قبل ما نبداو حوارنا مع الدكتور احمد الريسوني خلينا نشوف البورتريه ذي اللي قدم لنا لمحه مختصره عن حياه عالم كبير ومفكر اسلامي جليل احمد الريسوني. تخصص في هذه المقاصد وتبحر فيها وخلف شيخ تونس والمغرب الشيخ الطاهر بن عاشور. ولد أحمد بن عبد السلام بن محمد الريسوني بقرية أولاد سلطان بإقليم العرائش بشمال المغرب سنة 1953. تلقى تعليمه الابتدائي والثانوي بمدينة القصر الكبير وحصل فيها على شهادة البكالوريا في الآداب العصرية. التحق بكلية الشريعة بجامعة القروين بفاس وحصل منها على الإجازة العليا سنة 1978. أتم دراساته العليا بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس بالرباط، حيث تحصل على شهادة الدراسات الجامعية العليا والماجستير في مقاصد الشريعة ودكتورة الدولة في أصول الفقه. شغل أحمد الريسوني عديد المناصب، محررا قضائيا بوزارة العدل بين 1973 و1978، كما عمل أستاذا لعلوم أصول الفقه ومقاصد الشريعة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس وبدار الحديث الحسينية بالرباط بين 86 و1900 و2000، وهو يشغل حاليا منصب مدير مركز المقاصد للدراسات والبحوث بالرباط منذ أواخر 2012. أحمد الريسوني عضو مؤسس للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وعضو بمجلس أمنائه. انتخب نائبا لرئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في 7 من ديسمبر 2013، كما انتخب أول رئيس لرابطة علماء أهل السنة ومستشارا أكاديميا لدى المعهد العالمي للفكر الإسلامي. شارك في تأسيس وتسيير عدد من الجمعيات العلمية والثقافية، كما أعد وقدم عددا من البرامج والحلقات التلفزيونية. لضيفنا اليوم مجموعة من المنشورات والنظريات والكتب: نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، نظرية التقريب والتغليب وتطبيقاتها في العلوم الإسلامية من أعلام الفكر المقاصدي، وكتاب التعدد التنظيمي للحركة الإسلامية ما له وما عليها، كتاب الشورى في معركة البناء، وكتاب الفكر الإسلامي وقضايانا السياسية المعاصرة، كما كتب فقه الثورة ومراجعات في الفقه السياسي الإسلامي، وكتب أيضا التجديد والتجويد، تجديد الدين وتجويد التدين. وله مجموعة من الكتب الأخرى وبحوث كثيرة منشورة في المجلات العلمية وضمن أعمال الندوات والمؤتمرات ومقالات في الصحف والمواقع الإلكترونية. أحمد الريسوني عالم من علماء السنة، نستضيفه اليوم ومعه نحاول معرفة أي دور لعلماء الأمة في نهضتها ورقيها. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في اللقاء الخاص هذا اليوم اللي يجمعنا بالمفكر الإسلامي نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الدكتور أحمد الريسوني. نرحب بك من جديد في تونس. أنا زياراتي أكثرها بعد الثورة، فأجد يعني المناخ الثوري والمناخ الحرية ومناخ الاندفاع نحو البناء ما زال هو الجو المخيم على تونس، وهو مناخ مبشر ويدعو للتفاؤل بالمستقبل الظاهر لتونس إن شاء الله، لكي تكون كعادتها في التاريخ طليعة الشعوب العربية والإسلامية. كان تعرفنا أكثر للناس ربما من التونسيين المشاهدين أو غيره من خارج تونس اللي ما همش فاهمين بالضبط ما هو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين هو أول هيئة من نوعها في التاريخ الإسلامي، فلأول مرة في التاريخ الإسلامي اجتمع العلماء مئات العلماء وتنادوا من مختلف القارات وليس فقط من مختلف الدول، واجتمعوا في لندن بعد أن تعذر عليهم أن يعقدوا اجتماعهم في أي عاصمة إسلامية. معناها لندن كان بداية الاجتماع الأول. نعم، الاجتماع التأسيسي كان في لندن بعد أن طرقنا عدة عواصم عربية وإسلامية فاعتذروا أو رفضوا. فإذا كان هذا التأسيس سنة 2000 وصيف 2003، واشترك فيه كما قلت علماء المسلمين من مختلف المذاهب من مختلف الأقطار من مختلف القارات،
وكنا سنة وشيعة وإباضية ومن جميع المذاهب الأربعة. فإذا هذا الاتحاد هو أول خطوة من نوعها تجمع علماء الأمة في هيئة واحدة مفتوحة مستقلة حرة، ليست مبادرة دولة ولا بتزكية أي دولة لحسن حظ جميع الدول. آنئذ رفضت أن تعترف استقبلت فيما بعد الاتحاد، فيما بعد فتح له فروعا واعترفت به بعض الدول، وفتح فرعا في تونس وفرعا في السودان، وقبل أن يغلق كان هناك فرع في مصر وفي يعني ماليزيا. لنفهم منك سعادة الدكتور أنه الموقف الرسمي التونسي هو التواصل مع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين واستقباله وقبوله كهيئة، كيعني شيء تعامل رسمي. نعم نعم، تونس من البلدان التي اعترفت بالاتحاد ورخصت له وفتح فرعا له وله مقره وله أنشطته، فتونس من الدول العربية القليلة التي فتحت الباب للاتحاد ليؤسس وجوده بصفة قانونية ويمارس أنشطته، فهي من الدول المشكورة على هذا. يقال أنك خليفة العالم الجليل التونسي بن عاشور. والله هذه شهادة تكريمية أعتز بها، لا أقول بها، ولكن إن قيلت فأنا أعتز بها، وأنا أعتبر نفسي دائما أكبر شيوخي الشاطبي وابن عاشور، الشاطبي والطاهر بن عاشور أكثر من تأثرت بهم وبفكرهم ومنهجهم، فأنا أعتز بها. أنا أحسك ماشي على الطريق نتاع العالم الجليل. نعم. ابن عاشور رحمه الله. ابن عاشور مرجعي الأول في الفقه والأصول ومقاصد الشريعة. فما حاجات تعاب على الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، على رأسه رئيس واحد اللي هو العلامة يوسف القرضاوي. أولا، منصب الشيخ القرضاوي ليس منصبا سياسيا ولا منصب إداري، هو مكانة علمية، ومكانة المكانة العلمية للقرضاوي لا يطمع فيها أحد الآن ولا يدانيها أحد، هو ليس منصبا سياسيا صاحب أموال أو سلطات أو كذا، فمكانته العلمية تفرض تلقائيا على العلماء أن يتمسكوا به ويضعوه بكيفية طبيعية تلقائية، لكن تسيير الاتحاد وقرارات الاتحاد هذا شيء آخر، هذا فيه القرضاوي وغير القرضاوي، فيه شورى مؤسسات طبعا، وفيه أمين العام هو الذي يسير عمليا تسير اليومي للاتحاد، لكن القرضاوي مكانته العلمية لا يجادل فيها، هو إمام الأمة علميا في هذا العصر. طيب، بعض التونسيين الآن ربما يعتقدون أن الدكتور يوسف القرضاوي معارض للثورة التونسية ومحارب لها، بل أكثر من ذلك هو لا يرى خير لتونس، بل يسعى لعكس ذلك من خلال تقديم فتاوى تضر بتونس. والله بصراحة أنا ما علمت أحدا من خارج تونس ناصر الثورة التونسية وما زال كما فعل الشيخ يوسف القرضاوي. فما شكون يلوم على أحد السياسيين التونسيين بتهمة كبيرة جدا أنه قام اقترف جريمة تتمثل في أنه لما زار قطر في الأشهر المقاضية أو شهر زار قطر من؟ لما زار أحد السياسيين التونسيين في زيارته لدولة شقيقة اللي هي قطر زار الشيخ القرضاوي، فلما رجع بعض وسائل الإعلام يعني تذمرت كثيرا كيف يزور القرضاوي وهو يعادي تونس. والله القرضاوي حتى رؤساء دول يزورون قطر فيذهبون لزيارته، زيارة عالم كبير للاستماع إليه أحيانا يكون الغرض هو مجرد السلام عليه من زعماء وعلماء من شتى أنحاء العالم. إذا ماذا تقول سعاد الدكتور لهؤلاء؟ الإمام الشيخ يوسف القرضاوي رجل يفكر بآلياته العلمية بكل نزاهة وبكل استقلالية، وليس له من مرجعية إلا أدواته العلمية ومرجعيته العلمية وأدلته الشرعية، ولو أراد القرضاوي أن يمالئ ويساير لكان له شأن، ولا ما دخل إلى السجون ولا ما نفي من بلده ولا ما كان مطلوبا للاعتقال عند بعض السفهاء في بلده. فالشيخ القرضاوي معروف منذ شبابه باستقلاليته، استقلاليته العلمية والفكرية، هذا الذي نلمسه، ولا يتردد في أن ينصح الأمراء والملوك والرؤساء دون استثناء بدون شك. هل نصح أمير قطر مثلا أو بعض أمراء الخليج؟ بدون شك، والقطريون يعرفون هذا، كم من فضل للشيخ القرضاوي وكم نبه، وكان الشيخ
الشيخ حمد سابقا، كثير من الأمور لا يقطع شيئا إلا بأن يستأذن الشيخ ويستشيره، وكذلك يفعل ابنه الآن. فالقرضاوي مبجل في قطر ويتبع ولا يتبع، القرضاوي يتبعونه ويستشيرونه ويستأذنونه، وليس هو الذي يتبعهم وهو في غنى. ولكن الاتحاد سعادة الدكتور تدخل كثيرا في مسائل متعلقة بالسياسة، ويعاب عليه هذا باعتبار أن التدخل في السياسة يدنس هذا المقدس اللي هو أرفع من السياسة. والله أنا سمعت في تقريركم ما يفهم منه اللوم للعلماء لأنهم يقفون عند الحيض والصلاة والطهارة في المقدمة بتاعي. فإذا تكلموا في السياسة قلنا لماذا تتكلمون في السياسة، وإذا لم يتكلموا قلنا لماذا لا تتكلمون، أينكم يا علماء؟ والله لا ندري ماذا نفعل مع هؤلاء هذه الأقوال المتضاربة. أنا أعتبر أن مما يعتز به أن الاتحاد يتدخل في السياسة، لا يتدخل فيها عمليا، هو ليس له الأهلية ولا الأدوات، لكن يتدخل بالرأي الشرعي ويتدخل بالعلم ويتدخل بالفتوى، وهذا واجبه. كيف العلماء ينكرون المنكر على شخص في مهنته أو زواجه أو طهارته ووضوئه، ولا ينكرون المنكرات الكبرى التي يعج بها العالم ويعج بها العالم الإسلامي؟ كيف لا ينكرون الجرائم التي ترتكب ضد الشعوب؟ كيف لا يستنكرون الاستبداد؟ كيف لا يستنكرون الانقلابات؟ لأي شيء يصلح العلماء ويصلح هذا الاتحاد إذا لم يفعل هذا، إذا لم يعطي رأيه ورأي الشرعي في مثل هذه القضايا المصيرية السياسية ما دخل العالم الشرعي فيها؟ أضرب مثل، ربما مواقف يخذها بعض علماء الدين، فأنا أراهم يتحولون إلى علماء بلاط، يعني يبررون المنكر، عوض النهي عن المنكر يبررون المنكر ويكسونه ثوب الشرعي، في حين مش هذا واجب. إذن الحمد لله أن وجد علماء آخرون في هذا العصر كما في كل عصر. إذا كان هناك علماء يباعون ويشترون، وهناك علماء يبيعون شهاداتهم وعمائمهم وفتاويهم، الحمد لله أن في الأمة كلمة علماء لا يباعون ولا يشترون ولا يبيعون ولا يشترون، يقولون كلمتهم ورأيهم، حتى لو فرضنا اجتهدوا فأخطأوا في بعض المرات، المهم أنهم علماء مستقلون لا يباعون ولا يشترون، وليسوا تابعين لبلاط ولا لأمير ولا لسلطان ولا لحزب حاكم. فضيلة الشيخ، مو الإشكال يبدأ موجود أنه فمعنا رأي ما هو رأي من جملة أراء، تأويل ما لنص شرعي، كنا نحن نخوض ندخل في المأزق هذايا واتباع التأويلات، فهذا يضر بالمقدس كما يراه البعض. أليس من الأفضل ترك المقدس مقدسا دون إدخال السياسة فيه يكون أفضل هذا للسياسة وللدين؟ لا، أولا هذا اصطلاحكم مقدس وغير مقدس، احنا ما عندنا هذا، احنا عندنا الاجتهاد. الشرع فتح باب الاجتهاد وأمر به العلماء وقال من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر. فالعلماء يجتهدون، وأن يخطئوا 1 أو 2% خير من أن لا يجتهدوا ويتركوا الناس بلا نور وبلا هداية. الذي نريده هو أن العلماء يجتهدون وليسوا تابعين لأحد. الذي يجتهد هو تابع لحزب حاكم أو لرئيس أو أمير أو وزير أو قاف، هذا لا عبرة باجتهاده لأنه موظف. لكن العلماء الذين يجتهدون بمعزل عن الحكام ليسوا بالضرورة معارضين ولا مؤيدين، ينظرون في الأمور وينظرون في مصلحة الأمة وينظرون في مقاصد الشرع ومقتضياته ويفتون، هذا مطلوب في جميع المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية. مصلحة الأمة تقتضي الآن أن نرى رأيا واضحا قويا بارزا يقاوم ظاهرة فتاكة بالأمة الآن اللي هي ظاهرة الإرهاب. أين الاتحاد الآن من هذا الدور المناط على عهدته؟ أنا أقول لكم عشرات البيانات والفتاوى صدرت عن الاتحاد، وموقعه لا يحتاج إلا إلى لمسات أصابع، ونقف على بياناته جملة وتفصيلا من قضية الإرهاب. في سعادة الدكتور، الاتحاد ليس له ميليشيات وليس له قنوات وليس له وزارات، يصدر البيانات وتنشر في موقعه وتنشرها القنوات، بعض القنوات التي تريد.
فلمن أراد أن يعرف موقف الاتحاد، موقف الاتحاد في متناول الأيدي، وخاصة بعد نعمة الوسائل الحديثة كما قلت لكم في بلمسة أصابع نقف على جميع البيانات وتفصيلا وليس فقط إجمالا جميع الوقائع الإرهابية، منها حتى الحدث الإرهابي الذي وقع في تونس للاتحاد فيه بيان، وشارلي إبدو له بيان، وما وقع في كينيا له فيه بيان. فالاتحاد يبرئ ذمته ويبرئ ذمة الإسلام من هذه الأحداث، ولكن هذا لا يكفي، ويذكرنا ربما ببيانات الجامعة العربية مع احترامي الشديد. لا، جامعة العربية موخرة. فيها دول يمكن أن تلام، جامعة الدول العربية لا ينبغي أن تقتصر على البيانات، لكن هؤلاء علماء والعلماء لا يملكون غير البيان. هو قول ذي ربما موقف ضعيف سعادة الدكتور، معناه وذلك أضعف الإيمان، فليكن ضعيفا ولكنه نزيه، هذا هو المهم. لا، ألا يمكن أن نرى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يقف موقف أقوى من هذا؟ يتمثل ربما أنه نجد ورشات، نجد دخول للميدان، نجد افتكاك أبنائنا وشبابنا من براثين الشر. لنتفق، ما هو الواجب الأول للعلماء؟ الواجب الذي لا يقوم به غيرهم هو واجب البيان، لا تبيننه للناس ولا تكتمونه. بعد ذلك ينخرط أو لا ينخرط، هذه مسألة، لأن نحن نرى الساحة الإسلامية فيها حركات إسلامية وجمعيات ودعاة وتنظيمات، هذه هي التي تنخرط، هو يقدم البيان الشرعي بالدرجة الأولى، وهو مؤسسة فيها مئات العلماء، ويعني أمانة عامة فيها عشرات من العلماء، في كل واحد في بلده في حزبه أو جمعيته أو حكومته له أن يتحرك. فالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين كما ذكرنا في البداية لم يجد أي دولة حتى تستقبل اجتماعه التأسيسي، والآن 3 أو 4 دول عربية له فيها مكاتب متواضعة، يعني موارد مالية ضعيف، وراء موارد مالية، ولكن الفرص السياسية المتاحة له أيضا. لكن واجب البيان هذا لا يقوم به غيره، وإذا قام به غيره فهو أول من يقوم به، هذا ليس فيه تقصير، والحمد لله جميع الوقائع والإشكالات والأحداث الكبيرة التي تعرفها الأمة الإسلامية له فيها بيان يبرئ ذمته ويبرئ الإسلام نفسه من الانحرافات والتصرفات الخاطئة.